ومحطتنا الأخيرة مشاهدينا رح نحكي فيها عن أهمية برنامج الوورد اللي كنا كأشخاص استخدمناه بفترة من فترات حياتنا وتعلمنا عليه، وهلأ لكل الأشخاص يلي بدهم يتعلموا على برنامج الوورد ويتعمقوا بتفاصيله أكثر وبنوده وأساسياته وأهميته لحتى يقدروا يدخلوا بسوق العمل أكثر، بالإضافة لدورات التنضيد يلي هي بتعبر عن جاهزية الكلمات، تنسيق الرسوم أو حتى الرسوم البيانية وتشكيل الأحرف والكلمات واختيار حتى شعارات خاصة بالمستند يلي رح يكون للطباعة. كل هاي التفاصيل اليوم رح نحكيها مع الأستاذة منار الخيمي، وهي مدربة بمجال مهارات التنضيد وأيضا رئيسة قسم الطباعة بمدرسة سورية العلمية الصرح الجديد. صباح الخير أستاذة منار. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذة منار. عم نحكي عن برنامج الوورد، من البرامج اللي لها شعبية كبيرة وأهمية اليوم، أي حدا ممكن يستخدمه إن كان ضمن مجال الدراسة أو ضمن مجال العمل، ولكن البعض الثاني يمكن ما عنده لسه هي الأساسيات بأنه يعرف يستخدم هذا البرنامج بشكل صحيح. خلينا نخبر المشاهدين بداية نحن شو بنقصد ببرنامج الوورد. تماماً، يسعد صباحكم وشكراً على الاستضافة الحلوة. ويمكن عن جد انه نحن الكل بنعرف انه برنامج الوورد هو من ضمن الاي سي دي ال اللي كلياتنا صار عنا اياها الشهاده، بس ما حدا بيتعمق انه مهارات التنضيد. هلا الوورد بنحتاجه بالمدارس الخاصه وبالمعاهد، النماذج الامتحانيه، اوراق العمل، رسائل ماجستير، رسائل التخرج، هدول كلهم كتب اذا بدنا نبعث كتاب رسمي كله على الوورد عم يكون. فطلعت الفكرة انه مهارات التنضيد هي انه يتصلوا فيني مثلا اساتذة انه يكون عندي ضغط شغل بتنسيق النوتات. طبعا بكتب كل شيء، انه مثلا مواد علمية وادبية وفرنسي وانجليزي، فانه اصلا انه انت مشغولة ممكن ندق انه مثلا تدربين لنا السكرتيرات اللي عنا على الوورد اللي مثل انه تطلع احترافيتي. فمن هون اجت الفكرة انه ممكن صرت انه دربهم الوورد بأعمق تفاصيل بدقة عالية، أعطيهم تفاصيل دقيقة. تمام. طبعا نحن عم نحكي هلا يعني عن مجال فيه كثير من الخدمات اللي ممكن تخدمنا بحياتنا اليوميه، مثل ما تفضلتي رسائل ماجستير لكل الطلاب يلي بحبوا يرتاحوا ممكن الورقه والقلم انهم يكتبوا على برنامج الوورد، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن مهارات التنضيد يلي هي تنسيق رسومات بيانيه او حتى تشكيل الشعارات، كثير من الخدمات يلي تخدم الشخص، ولكن هاي المهارات كلها اليوم شو بتقدم للشخص الموهوب بهي المهارة من فرص عمل؟ تماماً. هلا مع كوكبة فتح المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة، فكل حدا صار انه الورقة النموذج الامتحاني عم يعبر عن المدرسة. هلا في ناس انه مثلا ممكن يقولوا لك قسم الطباعة ما كثير مهم، بالعكس المدارس فعلا صار مهم فيها انه ورقة العمل، السبر، النموذج الامتحاني والدقة، ومثل ما تفضلتي انه مثلا مواد الرياضيات المعادلات كثير صعبة، ومين ما كان انه بيقدر يكتبها مثلا، مو هي مو صف كلام صفت مهارة. الكيمياء، الفيزياء بتعرفوا حضرتكم انه مثلا في رسومات فيها مثلا الكهرباء، الميكانيك، هدول كله في دقة. غير هيك انه في تنسيق الوان، وقت نحن عم نشتغل مثلا ملف وورد هو ما صفه بس انه صف كلمات، كمان انه في مهارات الوان. مثلا انا عندي كلمه معينه بدي اياها نفس اللون الثاني للمعادله، فالطالب صارت انه عنده اسهل النوطه، صارت الالوان كثير ضروريه. هاد كله تحت مسمى مهارات التنضيد. مهارات التنضيد تماما. حتى انه مثلا باللغه العربيه، هلا مثلا نقطه لغه عربيه، انه شو بتقدري انت تعملي انه مثلا تلفت نظر الطالب او تلفت نظر حدا بده يدرس فيها، مو بس انه نكتب، لا انه مثلا ممكن نحن التشكيل اللونه، انه مثلا انا الشده اظهرها وين هي مكانه، تكون غير لون الكتابه، مثلا فكره البيت مع شرحه يكون بالوان مختلفه، او حتى انه بقدر نزل صوره عليه. وحضرتك رئيسة قسم الطباعة بالمدرسة السورية التعليمية في سورية العلمية. العلمية عفوا، خلينا نحكي عن تخصصك بهذا المجال أكثر. أنا رئيسة قسم الطباعة بالسورية العلمية الصرح الجديد. نحن بنستلم أوراق العمل، أوراق السبر، النماذج الامتحانية، مسؤولة أنا عن الامتحانات.
اي ورقه خارجيه للمدرسه، فبيكون حتى فيها تدقيق، يعني في اخطاء املائيه بتكون قليله عنا. نحن عندي صبايا من المتدربات، عندي من الدوره. نحن عم بهي الدوره كمان عم نأمن فرص عمل، يعني اكثر من صبيه واكثر من شاب الحمد لله التحقوا بمعهد وبمدارس عن طريقي، يعني عن طريق الدوره طبعا. من الصبايا اللي معي بالمدرسه هي وحده. شو مضمون هي الدورات اللي عم تقيموها؟ هي هي الدوره انا عم بكون مهارات التنظيم بعطيها، مثل ما انه حكيت لكم بعطيها التنسيق الصح، كيف بنكتب المعادلات الفرنسي الانجليزي للرياضيات النماذج الامتحانيه، خاصه هلا حتى انه مثلا بقصه الاتمته كمان الجداول كثير صعبه، يعني شغلها الرسمات الخطوط البيانيه بالرياضيات كمان هدول كلهم نحن بنعطيهم، والرسمات الهندسيه. يعني اليوم كثير منا بيستخدم برنامج الوورد ان كان على الموبايل او على اللابتوب او على الكمبيوتر تبعه، صار في كثير اختلاط بهذا البرنامج، كثير اشخاص ممكن عن طريق الموبايل هلا صار اسهل شيء انه يفتح اللابتوب. طب اليوم عم نحكي نحن عن الوورد المتقدم، خلينا نحكي اليوم نحن شو بنقصد بالوورد المتقدم ونحكي كمان عن اهميته. الورد المتقدم هو عبارة عن أنا مثلاً آنسة من الآنسات عندها وسائل تعليمية، مثلاً الصف الأول للسادس بدون تنزيل صور، فهي بتصير تتعلم هذا الورد المتقدم، كيف تنزل صورة، كيف أنه مثلاً مع الصورة تنزل الحرف، يعني أنه بيساعدها بالوسائل التعليمية. أهميته في اساتذه بيحبوا هن يشتغلوا بايدهم، بتكون قليله اخطائهم، يعني غير المنضد، يعني هو بيصحح اخطاء، بيصحح اخطائه تماما فورا. بالرسائل الماجستير بيكون الجامعات او الدكاتره عاطين شيء معين، مو الكل بيفهم انه مثلا ممكن انه انا اشتغل هيك، يعني ممكن انه نكتب كتابه. هذا كثير مفيد للاشخاص اللي عندهم اخطاء املائيه. تماما. طبعا الوورد فيه تدقيق لغوي بيكون بالانجليزي والفرنسي والعربي. كمان يعني بنقدر انه نصمم عليه للوورد، مثل هي الشهاده اللي انا قدمتها للاستاذ رامي معد البرنامج، هي عن طريق برنامج الوورد. حلو. طيب خلينا اليوم حضرتك ذكرتي انه عم تقدموا دورات بهيدا المجال، بنحكي عن الفئات المستهدفه ضمن هي الدورات، وهل هي الدورات عم تكون على ارض الواقع ام ممكن في دورات اونلاين عم تقيموها؟ خبرينا اكثر، اين اي اكثر شيء ممكن الشخص هو يستفيد فعلا؟ تماما. هلا اونلاين ما كثير بحبذا، لانه بدك تدربيهم قدامك، بدك تشوفيهم انت كيف عم يشتغلوا، السؤال بيكون مباشر، فبتكون هي اوفلاين. عملت اكثر من دوره كانت كثير مميزه الحمد لله، وكانوا في منهم انسات واساتذه. الفئه المستهدفه هي الطلاب الجامعي اللي خلصوا بكالوريات وطالعين على الجامعات، بدهم يشتغلوا، بدهم شيء اضافي يدخلوا لحياتهم، تسويق لعملهم، ممكن بالمكاتب بالمطابع يشتغلوا هذا الشيء، مثلا مكتبات الكبيره بدهم حدا يشتغل وورد او باوربوينت، فاجباري بده يكون معهم مهارات تنظيم مو كتابه عاديه. خلينا ننتقل هلا لسوق العمل، اليوم مهارات التنظيم والوورد المتقدم حصرا بين قوسين خلينا نقول، قد هي مفيده او شو بتقدم للشخص ان كان هو بسوق العمل مختلط اكثر؟ تماما. هلا بسوق العمل مع كوكبه المعاهد الخاصه عم يكون بدهم مثلا انه قسم طباعه عندهم بالمعاهد، منهم مثلا بشتغل مثلا مع معهد الخليل، انا مستلمه الطباعه عنده، فبيكون انه بده حدا سريع، بده انه مثلا بدي نموذج امتحاني على سبيل المثال، بدي حدا سريع، خلص اوكي انه فورا ببعث له حدا. او مثلا في معهد ثاني انه مثلا طلب حدا من انه كمان شغله يكون حلو، امنا له فرصه عمل. هلا هو معهم بمدرستي، الصبيه اللي معي برئيس بالقسم الطباعه كمان هي من الدورات، دورات المهارات تمام، وعامله فريق
عم تشتغل يعني هي مع فريق عم تشتغل معه. في كتير أشخاص يمكن ما عندهم الوقت الكافي إن هنن لما ينجزوا أي شيء يلجأوا لموضوع التنضيد، ما بيكون عندهم وقت، بيقولوا لك إنه بيلجأوا لأشخاص عندهم معرفة بهذا الموضوع، هل لازم يكون دائما في ثقة بهدول الأشخاص أم لا؟ في ممكن تغيب كتير من الأساسيات عن الشخص، وخصوصا إذا عم نحكي عن رسائل ماجستير ودكتوراه، دي لازم يكون في تدقيق ونلجأ أكثر لأهل الاختصاص بهذا الموضوع. تماما، احيانا كثير بيجيني هيك انه مثلا احنا اشتغلنا عند مكتبه مثلا انه ما زبط التنسيق مثل ما بدنا. هلا في حق العميل لانه هو ما بيكون قايل لهم انه شو الـ انه مثلا خطوط العريضه اللي اخذينها هي من الدكتور مثلا، الخط بتعرفي حضرتك ما بتناسب الكل كمان. تماما، يعني كل جامعه او كل كليه لها شيء معين. تمام. حتى كل معهد او كل مدرسه في لها شيء خاص. هلا مدرستنا نحن انا بنصدق خط خاص فيها، يعني وقت حدا بيحمل ورقه السوريه العلميه بتبين انه هي خلص السوريه العلميه. تمام. ايه، فانه وبيكون الدقه كثير ضروريه. لأنه يعني احيانا حرف بيصير فيه خربطه بيأثر. خلينا هيك باخر دقيقه او دقيقتين من وقتنا معك منار، نعطي نصيحه لكل الاشخاص يلي بدهم يشتركوا بهي الدوره التدريبيه لبرنامج الوورد المتقدم ومهارات التنضيد، قد هي مفيده لهم، قد هي بتاهلهم او بتنمي لهم مهاراتهم لحتى يدخلوا بسوق العمل، قد ممكن تسهل لهم قصص وانجازات يوميه بحياتهم. هلا انا بالختام بحب اقول هلا اول شيء انه عندي هلا دورتين جداد رح يكونوا، واحدة مع مؤسسة بيت الابداع والثانية بمؤسسة المنارات نهج العظماء، فان شاء الله بيكون في فرص عمل رح تتأمل لهم عن طريقهم، ورح تكون هي استفادة لهم، ورح ندخلهم بسوق العمل خاصة اللي هلا مبلشين جديد انه بده يفوتوا على الجامعات، رح يفيدهم هذا الشيء، ممكن نأمن لهم شغل حتى يعني مع المكتبات. اكيد. بالختام شكرا لك استاذه منال لوجودك الحلو معنا لليوم، لانك ضويتي على هذا الموضوع اللي بهم كثير من الشباب اليوم بمجال سوق العمل او حتى بمجال الدراسه. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لاستضافتكم. شكرا لك استاذه منال، واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.